محمد زرفور من اهل الارواح خويا، اهلا بس عليك. الحمد لله، تفضل محمد، اهلا بك وبناس اضرار. وخيرت يا خويا القناه نتاعكم ما شاء الله والله. ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيك. ولما نقولوا اضرار حتى اخويا الله يسلمكم على هذه البرامج اللي راكم ديروها مع الصباح. ربي يبارك فيك، ولما نقولوا اضرار نقولوا زميلنا مبارك دفه، يعني لو يحييك هو الاخر من غرفه الاخبار. تفضل محمد، عندك سؤال في هذا الموضوع؟ عندي تدخل برك فيما يخص تربيه الابناء و تفضل تفضل محمد باختصار. يعني في حياتهم الغلطه تكون منا احنا الكبار بالاخص. نعم محمد، حنا في الاستماع، تفضل. ويعطيك الصحة، قلت لك الغلطة تكون من الكبار، يعني دوك التلميذ يعني الأولاد الصغار هذه راهم جايين للدنيا ما عارفين والو. وتلقى الكبار يعني تلقى الناس الكبار يتصرفوا يعني تصرفات أمام الأبناء هي اللي تخلي الابن يعني يدي فكرة فراسه بلي هذا هو الصح، ما يديش بلي هذه الفكرة راهي خاطئة، وهما الكبار هما اللي يخطوا وهما اللي يسببوا الأخطاء وهما اللي يشرزموا يعني فكره الابناء. فكره الابناء هما اللي يشرزموه، هما اللي يخلوه يعني يخلوهم يدوا فكره خاطئه عن الحياه. محمد قول لي، انت مزوج عندك اطفال؟ انا يا اخي مزوج، عندي ثلاث نساء وعندي 14 طفل بسلامه. الله يبارك. ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك. الله يبارك. مازال راني نشوف، مازال راني نشوف الرابعه ان شاء الله. صراحة نسى تاعك على بال بلاك، حاب تزيد الرابعة؟ واه معاون نزيد الرابعة، عندي متموشنت وحدة وعندي زوج من أولف ومازال نزيد إن شاء الله الرابعة. أنت برافو يعني محمد، أنت محمد. قل لي محمد، ربما نطرح لك سؤال، لانك انت قلت ربما الناس الكبار هم يرتكبوا غلطه لما يتضاربوا قدام الاطفال الصغار ولا تكون مشاكل قدام الاطفال الصغار، يعني ما شاء الله الناس راهم بمراه واحده وماشي سالكين، انت تنسى كيفاش راك تتعامل يعني؟ انا الحمد لله انا ريتريتي، انا راني ريتريتي من البريد، من بريد الجزائر يعني، عندي 32 سنه ما شاء الله والحمد لله، درك راني ريتريتي ولكن يا ربي الحمد، راني دروك الى حد الان راني مش عندي خمس جمعيات اللي راني نتاثر بالمجتمع. ما شاء الله، ربما الاستاذه امينه حريش حبت تطرح لك سؤال، تفضلي استاذه. صباح النور، صباح النور اخي العزيز وبسكان اضرار الكرم والجود، اعطينا برك السر ليستفيد المشاهد. انت تعتمد على التواصل مع زوجاتك ومع ابنائك في الاسره؟ طبعا طبعا، انا الزوجات نتاعي وي طبعا، انا الزوجات نتاعي، الزوجات نتاعي يعني كي الزوجات كي الابناء نتاعي، دايرهم كيما صحابي. مش دايرهم بلي راهم هما بجهه وانا بجهه، انا عندي الزوجات نتاعي والابناء نتاعي صحابي. هذا هو السر. قال راه ولدي هذا ولا هذه بنتي ولا، يعني كي تلقانا في الدار نهضروا كاصدقاء، ما نهضروش يعني نناقشوا مع بعضنا كاصدقاء. بارك الله فيك. ما عنديش حاجز، ما عنديش حاجز بين الابناء يعني وبين انا شخصيا كاب، يعني معتبرهم اصدقائي. ان شاء الله يعني يا ربي يكمل لك. قل لي محمد، ما دام انك حتزيد الرابعه، شحال في عمرك الان؟ عندي درك يا اخي، يا اخي عندي درك من مواليد 1962، يعني استقلال 57 سنه. الله يبارك. ما شاء الله، يعني ما زالك جاي للدنيا يعني بروحك الحيويه وبشبابك. نتمنى لك كل الخير ان شاء الله، وليك وكل افراد عائلتك الكريمه وخير وان شاء الله، وان شاء الله عقبال الزوجه الرابعه. شوف البارحه يا اخي ما سمعتكش، قلت لك عقبال يعني الرابعه ان شاء الله. ان شاء الله نفهمك الباب العرس ان شاء الله. شكرا كثير محمد على اتصالك. اسمحني قبل، اسمحني قبل، تفضل تفضل. اسمحني قبل، تفضل. اسمحني قبل ما قطعت البارح يا اخي. والله البارح تعرف انت تبكي امام الطفل هذاك النابغه هذاك اللي حافظ القران وحافظ الاربعين النووي، الله يفتح عليه والله يفتح علينا وعليكم وعلى المسلمين كلهم. امين اجمعين ان شاء الله. يعني انت راك تبكي من جهه وانا نبكي في الدار تما، هي الوقت اللي كنت نتبع فيه. ربي ان شاء الله يرزقك بطفل مثل الطفل انس. البارح انس يعني بكينا في الرقيه تاعو، وانت يعطيك الخير اليوم الصباح يعني ضحكتنا
على صباح ربي، وحتما ربما خليت الكثير من المشاهدين ياخذوا شويه شجاعه، لانه انت طرحت موضوع حساس جدا. ربما حنعود ليه مع الاستاذه امينه حريش. نشكرك كثير على اتصالك الاخ محمد، وكل التوفيق ان شاء الله. محمد مدعو قريشي، مدعو قريشي، المدعو قريشي، قريشي ومعروف في اولف، منطقه اولف باسم قريشي. طيب اسم على مسمى. يا محمد ربي يحفظك ان شاء الله. يا رب بخير. شكرا جزيلا على اتصالك محمد. الله يسعدك عليكم، الله يكثر من امثالكم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني صراحه محمد يعني خربط لي الموضوع، انا كنت رايح في